الكرة اللي فيها سويرف يلعبها مع ميدو جابر لصالح جمعة، يشيلها جميلة على القائم البعيد. يا سلام على البداية، يا سلام على البداية والحكاية والرواية، أجمل حكاية وأجمل رواية. شوف القدم اليمنى لصالح عملت ايه. جونيور جايه، الله عليك يا جونيور، هدف أول، ضربة البداية للنادي الأهلي مع أول دقائق اللقاء. عادي جونيور جايه، شوف قاطع جونيور على القائم البعيد، يرتقي جونيور من الوضع طائرا، يضع الأهلي في المقدمة. هدف أول هيحل اللقاء، يعني بيني وبينكم. كريم ندفد التمريرة لصالح جمعة، يا سلام، شلة جميلة حمود، يلا يا سلام على الهدف الثاني للنادي الأهلي. يا سلام على الطبيب التخدير في النادي الأهلي، فرج على صالح جمعة. والله ده يعني صالح جمعة، بقول لحضراتكم مش ممكن صالح جمعة اللي ما كان، لو ما كانش طلع لعيب كورة كان من الممكن يبقى طبيب تخدير. شوف شلها جميلة ازاي، حطها الحمودي، استلم حمودي، الله على التمريرة، الله على التحرك. وادي حمودي، يا سلام على حمودي، حطها لهيثم محمد بكل أريحية، ديسباسيتو، حطها له ديسباسيتو، والله سلام عليك يا حمودي. الصبر لحد كده. نرجع لأحداث اللقاء، ادي جونيور جايه يلعبها، يلا يا راجل، يلا يا سلام على جونيور. دايما بنادي وبقول على اسم اللاعب اللي عمل الجون قبل اللاعب اللي احرز الهدف، وميدو جابر سجدة الشكر يا ميدو. هدف ثالث للنادي الاهلي، هدف ثالث. ولكن شوف حمودي، ارجع بقى تاني، ارجع تاني، النهارده هاتريك في التمرير، هاتريك. اللاعب صالح جمعه جونيور جاي من لمسه واحده بكل ثقه بكل خبره. ميدو جابر الثلاثيه حمراء، وادي جونيور، يا سلام على السنده، السلام على الهدوء والثقه، سلام على الهدوء والثقه من اللاعب ميدو جابر. عمرو بركات، عمرو يصوب، الله على الرابع، يا سلام يا عمرو بركات، عمرو بركات، يا سلام عليك يا عمرو. لا، من حقك، من حقك اقول واعيد وازيد، عمرو بركات، يا سلام عليك ابو زيد الهلالي، ابو زيد الهلالي، بركات يا هلالي، يا سلامه، يا سلام عليك يا عمرو يا بركات. قلناها من اول لمسه، جواهرج النادي الاهلي عمرو بركات، بلمس اللمسه بنفس الكوره، والله الصوره تبقى الاصل من لقاء الامس من كوره احمد الشيخ. يا سلام عليك يا عمرو يا بركات، هدف. يلا ميدو، ميدو جابر يسند لعمرو، عمرو بركات هيصوب، يلعبها ارضيه بكل الاغاني بكل المعاني، بيصوب ويسندها، باكا ماني، باكا 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 ماني، هدف اول لبكماني بقميص النادي الاهلي. لكن شوف سرعه نقل الهجمه، واحده والثانيه عمرو بركات، شوف القطعه، لا 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 يا جماعه، لا لا لا، ارجع يا مخرج اللقاء، هاتها لي تاني، هاتها تاني من الزاويه اللي فاتت، الزاويه اللي فاتت، شوف اللاعب باكا قطع ازاي وجري ازاي وتوقع ازاي. السلام عليك يا باكا سوريا المنضم حديثا للنادي الاهلي، هنشوفه في اللقاءات القادمه. ادي باكا، باكا عايز يسند، يسند مع العمده، الله الله على الروعه يا عمده، الله على الروعه يا عمده. الكعب ده ما يعملوش غير غير العمده عماد متعب. يا سلام عليك يا باكا. نرجع بقى للي جاب الهدف، شوف العمده، شوف العمده، شوف العمده، شوف ابو تماره، شوف باكا ماني بيعمل ايه، الله على الاهلي، الاهلي الله عليه. سداسيه للنادي الاهلي، سداسيه للنادي الاهلي، ما شاء الله. يعني فريق بيلعب بالامس وفريق النهارده، يعني نمسك الخشب، والله لا، يعني لازم لازم ترفع قبعه الاحترام والاشاده لحسام البدري الراجل.